السلام عليكم. هذا الفيديو خاص بالتمارين حول جمع وطرح عدد النشرية النسبية، واللي غنشوف فيه تطبيق الخاصيات اللي شفنا في الدرس. نبداو بالتمرين الأول. نضع واحد الكتابة أ كبيرة تساوي أ ناقص ب زائد قوس ب ناقص سي زائد سي ناقص. احسب أ في كل حالة من الحالات التالية. غنعوضو كل مرة أو بالقيمة أو بوسي بالقيمة ديالها. ناخذ الحالة الأولى، إذن أ كبيرة تساوي أ ناقص بي زائد بي ناقص سي زائد سي ناقص أ. إذن الحالة الأولى عندنا أ تساوي ناقص 37، إذن غنعوضو ناقص 37 ناقص، غندير قوس صغير نعوض بي اللي هي 56، القوس زائد بي نعوضها اللي هي 56 ناقص سي، ندير قوس ناقص سي هي ناقص 98، ست القوس زائد سي اللي هي ناقص 98 ناقص أ، أ اللي هي ناقص 37. هكا عوضت كل مجهول بالقيمة ديالو. إذن هنا غنبدا نحسب. أول حاجة غنحيد الأقواس، من عندي قوس نكتب بدون أقواس، إذا ناقص 37، هنا عندي قوس، هنا عندي داخل زائد، إذا ناقص كتدخل على القوس كتبدل الإشارة للداخل تولي ناقص كما شفنا في الدرس. 56 زائد هنا 56 ناقص، هنا عندنا ناقص 98، وهنا عندنا ناقص خارج هذا القوس صغير، إذا ناقص كتدخل كتبدل الإشارة ديال العدد للداخل، إذا هنا عندنا ناقص 98 تولي زائد 98 زائد ناقص 98، عندي ناقص كتدخل على داخل القوس، هنا عندنا هاد السالب، إذا غتولي الإشارة ديالو موجبة 37. غنزيد نفصلو، إذا نحيدو هنا عندنا زائد دونك اللي لداخل مكيتبدلش، ناقص 37 ناقص 56، هنا كذلك عندنا زائد زائد 56 زائد 98، كذلك زائد ما كيتبدلش لداخل، دونك ناقص 98 زائد 37. دان أ تساوي هنا عندنا ناقص 56 زائد 56، إذا العدد متقابلان، إذا المجموع ديالهم يساوي صفر، إذا عندو كيساوي صفر. كذلك هنا عندنا ناقص 98 دونك يساوي صفر، وهنا كذلك عددين متقابلين، ناقص 37 زائد 37 هنا يساوي صفر، إذا أ تساوي صفر. إذا بعد ما حسبنا المثال الأول يمكن نحسبو المثال الثاني والثالث، ولكن لاحظتو معايا أن كما كانت الفالور ديال أ و بي و سي كان النتيجة يساوي صفر. شوفوا علاش، ناخدو التطبيق أ، لحيدنا الأقواس هنا، دونك أ ناقص بي، هنا زائد كتدخل نفس الإشارة، هنا زائد كذلك كتعطينا نفس الإشارة. إذا لاحظنا عندنا هنا ناقص أ زائد أ، هنا عندنا ناقص أ، إذا عددان متقابلان، إذا المجموع ديالهم يساوي صفر. كذلك هنا عندنا ناقص بي زائد بي، إذا متقابلين المجموع يساوي صفر. كذلك هنا سي مع ناقص سي، كذلك يساوي صفر. إذا كيفما كانت قيمة أ و بي و سي فإن الأ تساوي الصفر. لكن ما كانت القيمة إن أ تساوي الصفر. ندوزو للتمرين التاني، كيقول لك أزل الأقواس والمعقوفات واللمات ثم احسب. ناخد أ تساوي عندنا دونك ثلاثة زائد فتحو معقوف دونك 4.5 ناقص 5 ناقص 4.5 ناقص 6 معقوفة ناقص 4.5
ناقص ناقص 7 ناقص ناقص 4 وزائد 5 القوس الأول القوس الثاني هذا الموقف. دونك هذه هي أ. إذن أول حاجة نحاول نحيد ما بداخل الأقواس، هنا 7.3 زائد دونك عندي المعقوفة ناقص 4.5. دونك كنعرفو أن ملي كيكون القوس مسبوق بناقص، باش ملي كنحيدو القوس الإشارة ديال العدد اللي لداخل كتبدل، كانت ناقص كتولي زائد، كانت زائد كتولي ناقص. إذن هنا عندنا ناقص غتولي زائد، هنا غتولي زائد، غتولي زائد 22.5، كان عندنا ناقص غتولي زائد 4.5، 6 معقوفات ناقص ناقص 4.5. هنا قلنا اللي عندنا ناقص كتولي زائد، إذا عندنا ناقص كتولي زائد 7 زائد ناقص 4.5، 6 معقوفات إذن أ تساوي دونك 7.3 زائد مازلنا هنا قوس نحيدوه ناقص 4.5 زائد 22.5 زائد 4.5 ناقص ناقص 4.5 زائد 7، هنا عندنا زائد زائد كتدخل على الأقواس ما كتبدل حتى حاجة، دونك كتبقى نفس الإشارة للعدد اللي داخل ديال ناقص 4.5. إذن أ تساوي، هنا بعد ما حيدنا الأقواس غنحيدو المعقوفات، إذن هي 7.3، هنا معقوفة مسبوقة بزائد، إذا الإشارة اللي داخل مغط الإشارة العدد اللي داخل مغط تبدلش، 4.5 زائد 22.5 زائد 4.5، هنا عندنا ناقص، إذا الإشارة العدد اللي داخل غتبدل، إذا كانت موجبة تولي إذا كانت ناقص تولي زائد، إذا كانت زائد تولي ناقص، إذا ناقص 4.5 غتولي زائد 4.5، هنا زائد 7 تولي ناقص 7، وهنا ناقص 4.5 تولي زائد 4.5. إذا هنا غنحسب، كنلاحظو أننا عندنا 4 ناقص 4.5 وهنا زائد 4.5، إذا هنا عددين متقابلين المجموع ديالهم يساوي 0، نحيدوهم. إذا أ تساوي، تبقى لنا 3 7.3 زائد 22.5 ناقص 7 زائد هنا 4.5 زائد 4.5 هي 9، إذا أ تساوي، دونك كنحسبو من اليسار لليمين، 7 زائد 22 هي 29، 0.3 زائد 0.5 هي 0.8، دونك 29.8 ناقص 7 زائد 9 يعني كتساوي، دونك تساوي 29.8 ناقص 7 سمو هادشي هي 22.8 زائد 9، دونك 9 زائد 22 هي 31.8، بهكدا كنقصو نحصلو على النتيجة ديالها. يعني أول حاجة كندير كنحيد لك هادي معقوفة الأقواس، كنحيدهم وعاد كنحسب بطريقة سهلة. ناخد المثال الثاني اللي هو بي، 7.5 ناقص معقوفة 4.7 ناقص 8، دونك تساوي هاد هاد العمليات. دونك خصني نحيد الأقواس، دونك 7.5 ناقص دبل أقواس 4.7 ناقص 0.8، إذا هنا عندنا ناقص كتدخل على الأقواس، دونك ملي كتدخل كتبدل الإشارة ديال العدد اللي داخل، دونك هنا
جوج كان عندنا هنا زائد كتولي ناقص جوج، هنا عندنا ناقص كتولي زائد ربعة. كنسد اللمة ناقص، هنا عندي قوس دونك هنا عندي زائد 0.8 تولي ناقص 0.8، عندي ناقص تولي زائد 5.5، هنا زائد كتدخل على القوس كيبقى نفس الإشارة دونك ناقص 22.9 بتساوي 7.5 ناقص 4.7 ناقص، نحيد ما بداخل اللمة داخل المقوفة. طبعا هنا عندي زائد 0.8 دونك مع الناقص تولي ناقص 0.8، هنا ناقص جوج دونك ناقص على المقوفة كتبدل الإشارة ديال الأعداد، هنا عندي ناقص تولي زائد جوج، هنا عندي زائد تولي ناقص ربعة، ناقص 0.8 زائد 5.5 ناقص 22.9 بتساوي ناقص، هنا عندي زائد دونك الناقص كتدخل كتبدل الإشارة ديال الأعداد، ناقص 4.7 ناقص تولي زائد 0.8 زائد تولي ناقص جوج، ناقص تولي زائد ربعة، ناقص 0.8 زائد 5.5 ناقص 22.5. ده هنا دلحت، عندي زائد 0.8 عندي ناقص 0.8، عندنا هادو كيساوي الصفر نحيدو، هادو متقابلين نبدا نحسب، عندنا 7.5 ناقص 4.7 ناقص 4.7، عندنا اش كتساوي، كنا نحسبوها دونك 7.5 ناقص 4.7 ضل 5.7 15 هي 8، أنا واحد هي جوج دونك هي 2.8. دونك هي 2.8 ناقص جوج زائد ربعة زائد 5.5 ناقص 22.5، البي تساوي دونك هادي جمعت هادي بهادي، هنا ناقص 2.8 ناقص جوج هي 0.8 زائد هنا ربعة زائد 4.5 هي 9.5 ناقص 22.5 تساوي، جمعتها إلا درت العملية دونك 9.5 ناقص 22.5، لا نجمع هادو إذن هي 0.8 زائد 9.5 هي 10.3 ناقص 22.5، إذن هنا مبقاش ليا لاسباس، غنجي هنا بي تساوي ممكن 10.3 ناقص، إذن هذا العدد الموجب وهذا السالب، إذن الفرق بيناتهم أو المجموع بيناتهم، إذن العدد السالب هو اللي كبر، إذن كنكتب الإشارة ديالو، وكندير الفرق بين الكبير والصغير، إذن بي تساوي بي تساوي 22.5 ناقص 10.3، ممكن نحسبها هنايا 22.5 10.3، 5 هي جوج 22 هي 12، إذن هي ناقص 12.3، هادي هي القيمة ديال بي، هي 12 ناقص 12.3 هذا التساوي.
بالنسبة للسي نخلي لكم نتوما تحسبوها، ملي غتحسبوا تزيدوا الأقواس والمعقوبات تلقاوها هي 12.5. ندوزو للتمرين الثالث. تمرين ثلاثة، التمرين ثلاثة يقول لك أضرب عددا عشريا نسبيا، بسط المجاميع الآتية. ناخدو مثال الأول، إن هي أ زائد 15 زائد بي ناقص 18 ناقص 27 زائد أ زائد 36 ناقص بي. دونك أول حاجة كنديروها هي كنحيدو الأقواس، لأن عندنا زائد دونك داخل القوس مكيتبدلش، دونك أ زائد 15 زائد كذلك اللي داخل القوس ما كيتبدلش، عندنا ناقص دونك اللي داخل القوس كيتبدل الإشارة ديالو، عندنا زائد 27 تولي ناقص 27، عندنا زائد أ مع ناقص تولي ناقص أ، زائد ما كيتبدلش اللي داخل دونك هي 36 ناقص بي. دونك غنجمعو كل وحدين بوحدهم الأعداد ولا الحروف، عندي أ زائد بي ناقص أ ناقص بي زائد 15 ناقص 18 ناقص 27 زائد 36. أشنو كنلاحظ؟ هنا عندي زائد أ، هنا عندي ناقص أ، إذن عندنا المتقابلين، عندنا المجموع ديالهم يساوي الصفر كما شفنا. وكذلك بالنسبة لبي، دي بي ناقص بي، إذن هادو يساوي الصفر. إذن غندوز نحسب إي اللي فيها الأعداد. إذن عندي 18 ناقص 18 ناقص 15 ناقص 18 اللي هي ناقص 3. علاش ناقص 3؟ حيت انا 15 مع 18 دونك انا عدد موجب العدد السالب، اذا العدد السالب اكثر من الموجب، اذا كنديروا الاشاره للعدد الاكبر وكنحسبوا الفرق ديال الكبير ناقص الصغير، كنديروا الكبير ناقص الصغير، 18 ناقص 18 هي 3 ناقص 27 زائد 36. هنا نجي نحسبوا هادو العددين سالبين، اذا اش كنديروا؟ كنحطوا الاشاره، عندنا نفس الإشارة، نحط الإشارة ونجمعهم، 3 زائد 27 هي 30 زائد 36 تساوي، هنا عندنا عدد سالب و عدد موجب، إشارات مختلفتان، شكون العدد اللي كبير؟ من 36 و 30، 36 هو اللي كبير، دونك نكتبو الإشارة ديالو اللي هي زائد، كنديرو الفرق ديال الكبير ناقص الصغير، أوكي 36 ناقص 30 زائد. ما كنكتبوهاش، ممكن نكتبوها 36 ناقص 30 هي 6، وذلك اي تساوي 6 بالنسبة لهاد الحالة. نشوفو مثال، إذا ناخدو المثال الثاني، ناخدو جي اللي هو التعبير ديالها. إذا أول حاجة كنديرو هي كنحيدو الأقواس، من ناقص الإشارة تبدل، زائد أ تولي ناقص أ، زائد 4 تولي ناقص 4، كذلك هنا ناقص، عندي ناقص أ تولي إشارة ديالها تبدل تولي زائد أ، زائد 2.11 تولي ناقص 2.11، زائد دونك ما بداخل الأقواس ما كيتبدلش، عندي زائد دونك زائد 25.6 ناقص أ، عندي ناقص دونك ما بداخل الأقواس كيتبدل، عندي هنا ناقص 11.7 تولي زائد 11.7 ناقص أ تولي زائد أ. شغني غنجمع الأعداد اللي فيهم الحروف و سميتو، عندي ناقص أ زائد أ ناقص أ زائد أ زائد 7 ناقص 4 ناقص 2.11 زائد 25.6 زائد 11.7. إذن هنا عددين متقابلين
ذلك هنا عددنا متقابلا. دونك نمشيو للأ كون حسب الأعداد. عندنا واحد الطريقة مبسطة باش يمكن نديرو باش نسهل علينا الحساب، نجمع الموجبين بوحدهم والسالبين بوحدهم. هنا عندي 7 + 25.6 + 11.7 - 4 + 2.11. دونك جي تساوي، دونك انا غنجمع هادو، دونك 25 + 11 = 36 6 + 6 = 7 هي 1.3، دونك هي 37.3. المهم لي غتحسبوها 37.3 + 7 هي 44.7.3 ناقص عدد سالبا، دونك نكتبو الناقص كنجمعهم نجوج هي 6.11، إذن كتولي 34.3 - 6.11 اللي هي كتساوي دونك 44.3 - 6.11 هنا 34.30 إذن هنا 10 0 يمكن إذن 9. رد الاحتفاظ 3 - 2 هي 2، رد الاحتفاظ دونك 4 - 7 يمكن 14 - 7 هي 7، رد الاحتفاظ هي 3. إذن هي 37.29، إذن جي تساوي 37. ونخلي لكم تحسبوا ك و ال. السلام عليكم.